بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد بإذن الله حل امتحان كتاب السندباد الرابع، ويلا ناخد كده جزء منه. والسؤال الأولاني اختر الإجابة الصحيحة. الأولى مسألة جمع، طب يا ترى طيبة ولا لا؟ طبعا طيبة. طب ليه طيبة؟ لأن المقامات متجانسة، المقامات متشابهة، يبقى مفيش توحيد مقامات، يبقى نجمع على طول. المقام 4، 5 و7 12. طب الإجابة مش موجودة يا مستر، مش موجودة ليه؟ لأن 12 على 4 تتقسم، 12 على 4 فيها الثلاثة صحيح. اللي بعده جمعاية، والمقامات موحدة، يبقى نسيب التسعة زي ما هي ونجمع فوق يبقى 12، والإجابة مش موجودة. طب نعمل إيه؟ نفكها. ال 12 مع التسعة في اختصار على الثلاثة، على التلاتة فيها الأربعة، على التلاتة فيها التلاتة. يا مستر حامد الإجابة برضو مش موجودة، عارف مش موجودة ليه؟ لأن البسط أكبر من المقام. الأربعة فيها كم تلاتاية؟ واحدة، وقللنا واحد والمقام زي ما هو، تبقى الإجابة 1/3. اللي بعدها على القصور المتساوية يا ولاد، الستة يا مصطفى بقى التلاتة، يبقى اتقسمت على 2، نقسم تحت على 2 تبقى الإجابة 4. اللي بعده على درس الضرب، طيب قبل ما أضرب أعمل إيه؟ أتأكد هو في اختصار بين الثلاثة والخمسة؟ لا يا مستر مفيش، خلاص يبقى نضرب البسطين في بعض ونسيب المقام زي ما هو، 2 في 5 ب10 والمقام 3. تمام. طب يا مستر البسط أكبر من المقام، ممكن تدينا فرصة أفكه؟ أقول لك لا مش هديك الفرصة. ليه؟ لأن الإجابة موجودة، طالما الإجابة موجودة ما تفكش، أمال إمتى أفك لو كان دي مش موجودة في الاختيارات؟ طيب اللي بعدها على درس مين؟ على درس جمع القصور، يبقى نوحد المقامات. التمانية تقبل على الستة؟ لا. حد فيهم أولي؟ لا. يبقى نيجي للحالة التالتة، طريقة البودي جارد، نمسك التمانية ونضربها في اتنين. 8 في 2 ب 16 ما بتقبلش على الستة، 8 في 3 ب 24 بتقبل على الستة، يبقى المقام الجديد يا عائشة 24. الستة بقت 24 يبقى اضرب في 4، الثمانية بقت 24 يبقى اضرب دي في 3، طب اجمع الاثنين يبقى 7 والمقام زي ما هو. اللي بعده طرحايا، هسيبك توحد المقام وتجيب الإجابة. اللي بعده نمرة 7، جميلة، جميلة ليه؟ يجي ولد يقول اجنس المقامات دول، جنس يا حبيبي، يقول لي حرام عليك يا مستر حامد، انت عايزنا جنس ال 20 وال 24، دي كبيره قوي قوي عليا. يبقى نعمل ايه؟ اكيد في تبسيط. ال 15 وال 20 لها اختصار، ال 16 مع ال 24 لها اختصار، يبقى نعمل ايه الاول؟ نبسط يا ولاد، اسيب الواحد وابسط دي في جدول الضرب 2 في 8، ودي 3 في 8، على الثمانية فيها الاثنين، على الثمانية فيها الثلاثة. الله على الجمال والحلويات، شفت صغيرة ازاي؟ كانت ما شاء الله. طب نيجي لدي، نسيب الأربعة ونبسط، دي 3 في 5، دي 4 في 5، يقبلوا على الخمسة، على الخمسة فيها الثلاثة، على الخمسة فيها الأربعة، كده نقدر نجنس المقامات ونحل عادي خالص. هسيبك أنت تجنس المقامات وتطلع لي الإجابة كام؟ عدد أحرف الهرم الرباعي، مادام هرم رباعي يبقى القاعدة مربعة، القاعدة بتاعت الهرم رباعية يبقى 4 خطوط، ونازل 4 خطوط من فوق بالطول، يبقى عدد الأحرف 8 أحرف يا ولاد. طب نوع المثلث ده لأضلاعه، يجي ولد يقول لك الزاوية دي قايمة، أقول له جدع، يقول لي مثلث قائم الزاوية، أقول له اخص عليك، يقول لي أنت مش لسه يا مستر بتقول لي جدع؟ أيوه، لأن دي زاوية قائمة. أمال زعلان ليه لما بقول قائم الزاوية؟ يا حبيب قلبي ده عايز نوعه لأضلاعه، يبقى الزاوية دي ما تبصلهاش، تقيس ده وتقيس ده وتقيس ده، هتلاقي ولا واحد قد التاني، يبقى مثلث مختلف الأضلاع. يوم يجي ولد يقول لي بس والله العظيم قائم الزاوية، أقول له ما أنا عارف، لو كان قال لك نوعه لزواياه اكتب قائم الزاوية، خليك ذكي. الكسر ده في أبسط صورة، دي في جدول الضرب 2 في 8، دي في جدول الضرب 3 في 8، يبقى نقسم على ال 8 فيها ال 2، على ال 8 فيها ال 3، تلت في كام ب 8؟
اقول له دي مسألة ضرب وواحد مش موجود يبقى نقلبها قسمة. طب مين على مين؟ اللي بره علي جوه. طب نحلها ازاي؟ نسيب التمانية والعلى تبقى فيه والتلت تبقى تلاتة والإجابة تبقى 24، يبقى تلت ال 24 يطلع تمانية. اللي بعده ضرباية. طب قبل ما أضرب دي شبه دي، باي باي، دي شبه دي، باي باي، يبقى الإجابة واحد صحيح. اللي بعده مسألة إيه؟ جمع. طب نعمل إيه؟ ده فيها طرح، نجمع دي ودي الأول، جنيه وتلاتة جنيه يبقى 4 جنيه، ونسيب السدسي زي ما هو وننقص الاتنين وأربعة أسدس. يجي ولد فرحان قوي قوي قوي، ليه يا حبيبي فرحان؟ أصل المقامات متشابهة، ولاقيه بيقول 4 ناقص 2 وكتب 2. اخصى عليك، ده البسط ده أصغر من ده، ده أنت هتتزنق. آه دي فيها استلاف، نخلي الأربعة جنيه 3 جنيه، والواحد المسروق 6 أسداس، نزود الستة على الواحد ونطرح عادي، 3 ناقص 2 1، 6 ناقص 4 2، والمقام زي ما هو، ده وده زوجي. يبقى نختصر، على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها التلاتة، تبقى الإجابة 1 وتلت. عايزين نكتب الكسرين دول ولكن بعد ما يكون لهم مقام مشترك. يا مستر حامد ده 27 و6 كبير عليا، يبقى نعمل ايه الاول؟ نبسطهم يا ولاد، الاربعه والسته اعداد زوجيه، على الاتنين فيها الاتنين، على الاتنين فيها التلاته، يبقى انا عالجت الاولاني. طب ما تيجي نعالج التاني، ادي التلاته زي ما هي، ال27 بتقبل على التسعه، على التسعه فيها الواحد، على التسعة فيها التلاتة. الله الله، ده طلعت متجانسة، ده كده الميم ميم ألف تلاتة، يبقى مش هعمل أي مجهود. إزاي نجيب حجم متوازي المستطيلات؟ وعمو ادالك مساحة القاعدة بكام؟ والارتفاع بكام؟ طالما ادانا المساحة وكمان الارتفاع نقدر نجيب الحجم. حجم متوازي المستطيلات بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. يبقى نضرب ال 30 في 4 تبقى الإجابة 120، ومادام حجم سنتيمتر مكعب. طب ليه مش متر مكعب؟ لأن المسألة بالسنتيمترات. كده خلص الاختبار ده، يا رب يكون سهل وبسيط ومفهوم بإذن الله يا ولاد.